ليكتشر 2 بقى بتتكلم عن الويست مانجمنت، ونصيحة كده شباب، أي ليكتشر لدكتور مصطفى الخضر ابقوا احضروها أو خدوا نوتس، يعني مهمة جدا. هو بقى لو طلع لكم بقى على زوم، طلع لكم أونلاين بقى، طلع لكم مسجل هو محاضرات أيا كان، مهمة جدا عشان هو فعلا أسئلته سهلة بس بيقولها كلها في المحاضرات، يعني هو ما بيجيبش حاجة من السلايدز. تمام، بس أنا بقى هقول لكم الحاجات اللي هو قالها لنا واللي جت. تمام، أول حاجة يعني صورة كده بتعبر إن إحنا بنعيش في البيئة المش كويسة دي، والحيوانات بتعيش في بيئة نظيفة. ده الفرق بين الإنسان والحيوان. يعني السلايدز دي هنطول فيها شوية، إن هو الامتحان هيجي هنا. أول حاجة بيقول هل الويست دي كنز؟ الإجابة هي آه، مش كنز. نركز مع بعض، هو ده فعلا الامتحان كده، قال يس هي مش كنز. تمام، فيعني هو من آخر اتفقنا او اختلفنا، هي مش كنز. ليه هي مش كنز؟ ان هو الراجل اللي هو اسمه دكتور مصطفى خضر ده، هو عامل بي اتش دي في الويست مانجمنت، فهو بمنتهى البساطه يعني مثلا كيلو البلاستيك عشان نعمل منه ازايز بيكلفنا اكتر من البلاستيك العادي. يعني البلاستيك اللي هو عايز يعني يتعمل له عادي تدوير بقى محتاج فلوس اكتر من ان احنا نعمل بلاستيك من اول وجديد. فبالتالي هي مش كنز ولا حاجه، دي بتكلفنا فلوس بزياده، فاحنا هدفنا ان احنا نقلل من الويست دي. طب هي مشكله في مصر؟ هي اه مشكله في مصر. طب ليه هي مشكله في مصر؟ علشان الانسان يعني احنا شعب بنطلع ويست، ويعني وانواع كتير قوي من الويست بطريقه مهوله، يعني تخلينا اللي احنا او قال لنا كمان مثال، احنا ممكن في اليوم بنعمل مصر يعني بتعمل عماره طولها 10 ادوار من الزباله على مستوى الجمهوريه. تخيل بقى احنا لو في سنه يبقى عندنا يعتبر فعلا هي مدينه كامله من الزباله، فدي مشكله. طب هو ايه ويست مانجمنت؟ دي بتبقى شويه ستيبس بتتعمل بروسيدور كده بيبقى ماشيين بيه. الاول بنجمع الزباله وبعد كده بنوديها بس السؤال ده مشروح في السلايدز، ونحن نجيب طاقه من الويست برضه مشروح في السلايدز. السلايدز الثانيه بتاعت الانترودكشن، تمام، بيقول لنا ان الويست هي سبستنس احنا مش عايزينها او مرغوب ان احنا يعني نعيد تدويرها او مرغوب ان احنا نتخلص منها بشكل سيف وامن. تمام، طيب احنا دلوقتي شرحنا الجزء ده. تمام، نيجي في الجزء اللي بعدي، الويست سيكتورز او سيجمنتس هي بتطلع منين؟ هي بتطلع من البيوت، بتطلع من الحاجات التجاريه او من المناطق الصناعيه. طب الويست مانجمنت بقى ازاي بنعمل او ايه الخطوات؟ احنا بنطلع زباله بنخزنها في صناديق، بعد كده بنيجي حد يجمعها، بعد كده بنوديها لمكان او مجمع المخلفات، بعد كده بننقلها للمصنع لو في مصنع، بنعمل شويه عمليات، بنغلف الحاجات، لو احنا طلعنا حاجات بنوديها للسوق تاني، لو في حاجات فشلنا بندفنها. طب ده محتاج ايه؟ محتاج تخطيط، محتاج فلوس، محتاج دراسة أو إدارة، محتاج ناس تشتغل، محتاج شوية عمليات تتعمل عليه، محتاج شوية تشريعات تلزم الناس إنها تدفع فلوس للزبالة أو اللي بتتمن تدوير المخلفات، محتاج يعني محرمات برضو إن إحنا اللي هو مش هيدفع هيتسجن والكلام ده كله، محتاج اللي هو الضغط على الناس، ومحتاج شوية تسهيلات. تمام، ده الكلام ده يا جدعان ملوش أي لازمة أوي، اللي هو العمليات دي بس عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي بس مش اكتر، تبقى فاهم. الفيزيكال بقى تمام، او الهاردوير، احنا بنحتاج شويه توعيه من اهميه ان هي او هي بتاثر فعلا على صحه الناس، بتاثر على البيئه، لما احنا بنيجي ندفن لازم ندفن بطريقه امنه، والريكفري بتاعها بيبقى محتاج فلوس وسورس كبير. تمام، كل الكلام ده مش مهم قوي، في ناتشوز بس هيجي او بيجي عندنا يعني اللي هو البابليك هيلث او الويست بتاثر على ايه؟ بتاثر على البابليك هيلث وبتاثر على البيئه وبتاثر على الموارد بتاعتنا. ده كده سؤال. كل شيء اقولها تاني هي محتاجه حد يفهم السلايدز. انا يعني ممكن اقول لك امثله تيجي في الامتحان وما تجيش في الامتحان، يعني احنا بنتناقش. هي بس الفكره لو انت فهمت السلايدز الامتحان يبقى سهل. انا واحد جبت فيها جيد جدا، تمام؟ وكنت ممكن اجيب اكتر كل حاجه، بس انا اتغبيت في الامتحان. او حاولت اصعب الدنيا على نفسي، بس انتوا سهلوا الدنيا على نفسكم فعلا، اللي هو الامتحان هيبقى سهل بالنسبه لكم لو انتوا فاهمين السلايدز. تمام، بعد كده نمشي بقى على السوفت وير، يعني ده بالنسبه للهارد وير الحاجات اللي هي الماديه اللي عايزينها. طب السوفت وير احنا عايزين شويه تسهيلات اقتصاديه،
يعني سماحيات وتشريعات تساعدنا اقتصاديا. ما خدش بالي من دي، محتاجين ان احنا نوفر شوية زي ما احنا قلنا حاجات تشريعات وقوانين، ومحتاج اللي هو شوية توعية بقى في المعاهد والجامعات والمدارس والجو ده. تمام. طب الويست مانجمنت بيبقى ماشي ازاي؟ اول حاجة هو بيبقى لازم يكون في علاقة جامدة جدا ما بين الحكومة واللي ماسك المشروع. تمام. لان الحكومة هتوصل للمحافظات، والمحافظات دي لازم تكون يعني عندها إدارة للحوار، بتتابع، عندها شوية بلانينج أو عندها يعني تخيل باللي بيحصل. ونفس الوقت لازم يكون المشروع أو اللي ماسك المشروع هو عامل برضو كونتاكت مع الناس اللي شغالين تحته، اللي هم بيعملوا برضو إضاءة أو رقابة، اللي بيعملوا شوية تريننج للشركات اللي هتشتغل، أو بيشوفوا الشركات اللي هتشتغل، بيشوفوا العمال اللي هيشتغلوا. طبعا هيشوفوا الشركات والعمال طبعا مع الحكومة، ان هي الحكومة هتوفر لهم الشركات او الوزارات اللي هتشارك في الحوار ده كله. والتوعية هو برضو بيشارك في التوعية، وال اسمه ايه ده، وان هو الناس يبقى عندها يعني فهم ووعي باللي بيحصل. وطبعا ان هو يكون معاه ترتيبات مع الايه الحكومة. تمام. طب الويست مانجمنت بيمشي ازاي؟ اول حاجة احنا بيبقى عندنا مد خام، فحم مثلا او بلاش فحم، بيبقى عندنا خشب بنخليه مثلا كراسي وسراير. خلاص بعد ما بيخش في عملية التصنيع ده بيطلع برودكت، البرودكت ده بيستهلك. بس برضه في أثناء عملية التصنيع في شوية خشب بيبقوا ملهمش لازمة فبنرميهم. فاحنا كده دلوقتي بعد ما استهلكنا الكراسي، عندنا كراسي استهلكت وعندنا شوية حاجات ما عرفناش نعمل بيها أي حاجة أثناء التصنيع. تمام. الحاجات دي ممكن تبقى بيبر، جلاس، ميتال، بلاستيك. تمام. الأربع حاجات دول ممكن نعمل لهم إعادة تدوير سهل، لكن الفود والكلام ده كله بناخده نعمله سماد، والحاجات اللي هي زي الميكسد ويست والكلام ده كله اللي هو احنا مش عارفين ده مخلط وكده، يا اما بنوديه يبقى ار دي اف، وده نوع من انواع الطاقه زي مثلا فحم البترول والكلام ده كله، او ان احنا نحرقه ونعمله من كهرباء، او اللي احنا ندفنه. لكن الهازاردس ويست زي اللي بقت موجوده دلوقتي بشكل غبي جدا، اللي هي بقى الكمامات والماسكات بتاعت الكوفيد 19 وكل حاجه طبيه دي بتبقى ضاره، ما ينفعش يعني. والبطاريات، حاجات الكهرباء دي ما ينفعش نعيد تدويرها، ان هي ضاره جدا، فهي ملهاش حل غير ان احنا نعمل فيها ايه، ندفنها وبطريقه امنه. طبعا الجنريشن هو بس جديد، كان دكتور عامل لنا احصائيات مش فاكر كانت في اما في زي دي اما في الجيزه، قال لنا كده ان هو شاف احنا بنطلع 70 كيلو، لو هو شقه بتطلع 70 كيلو في الشهر. دي الاحصائيات مثلا، منها البي اي تي ده هو نوع من بلاستيك معين، ده نوع بلاستيك تاني، ده مثلا الكرتون، ده الورق، الجلاس، الالومنيوم، الحاجات المعادن، التكستايل اللي هي الكتان والورق يعني سوري الهدوم والكلام ده كله. تمام. فاحنا دلوقتي اول حاجه جنريشن، لازم نكون عارفين ان في اي مشروع هيتعمل الويست مانجمنت لازم نكون عارفين احنا بنطلع قد ايه في اليوم زباله او مخلفات. طيب الكرنت ويست جنريشن، او احنا يعني لا سوري، دي معناها احنا عندنا قد ايه ناس وقد ايه ناس دول بيطلعوا ويست. وبعد كده لازم يكون عندنا برضو شويه تنبؤ، هل شويه الكمامات دي او الويست دي المخلفات دي هتزيد بمعدل قد ايه، العوامل اللي بتاثر يعني مثلا ممكن بيئه حضريه عندها مستوى معيشه كويس فمش محتاجه ان هي مثلا ايه ممكن تجيب ازازه تشربها ترميها، مثلا في ناس تجيب ازازه ميه عادي تشربها وتملاها تاني ايه يعني مفيش اي حاجه. في مثلا ناس بقى ممكن تجيب ازازه زيت بعد كده تغسلها تحط فيها بترول، بعد كده تغسل البترول تحط يعني بقى خلاص تبقى الازازه خلاص قربت يعني تقول ارحميني يعني. تمام. ونعمل بقى موديل بقى الايه للتصور للكلام ده كله. دي بقى كده نشرحها بسرعه جدا، احنا بنجمعها مثلا في البيوت، بترمي الزباله هنا، تيجي تراك تاخدها توديها لمصنع او مجمع للزباله، وبعد كده بقى في تراك كبيره بتاخدها بتوديها لمكان المصنع. يبقى دلوقتي اول حاجه اللي احنا بنودي الزباله دي للباسكت، في عربيه زباله بتيجي تاخد الكلام ده كله توديه لمجمع تخزين، مجمع التخزين ده بيوديه بقى لتراك اكبر بتوديه للمصنع اللي المفروض يتعملوا عليه التدوير. تمام. في نوعين من الكولكشن، يا اما نوع بتاع البيوت اللي هو بيبقى الباسكت هو في مكانه، هو بس في واحد بيجي يفضي الباسكت ويجيبه تاني. تمام. يا اما نوع تاني ده اللي بيبقى في الاوتيلات والحاجات دي كلها، اللي هو احنا عندنا مثلا الباسكت
ممكن مثلا هو العامل النظافه بيرميها في حته في المواسير، في مواسير معينه، المواسير دي بتودي مثلا على الجراج، وفي الجراج في باسكت كبير جدا، تمام، ده بيتاخد زي ما هو مملوء مليان بالمخلفات وبيتحط مكان واحد، تمام. ده بيحصل ليه؟ بس عشان يبقى الشياكه، ما ينفعش مثلا عربيه زباله تقف قدام الجراج وتاخد الزباله وتقعد تعبي في صندوق صندوق، هي بشكلها وحش. لكن هنا احنا محتاجين نعمل كده، ان احنا ما ينفعش نحط مثلا صندوق كبير قوي قدام كل عماره، هيجيب مخلفات وهيبقى منظره مش لطيف جدا ايه في الدوله. بس تعقيب سريع هنا، المحطه دي اللي هو احنا ممكن، طب واحد مثلا يسال ما يقولش ليه ممكن ناخد مثلا العربيه دي من البيت على المصنع على طول؟ ليه لازم من البيت لمكان التخزين ومن مكان التخزين لمصنع؟ الكلام ده ينفع لو احنا عندنا مدينه صغيره وما فيهاش زحمه، فممكن عادي نودي المخلفات ونيجي ناخد غيرها تاني. لكن مثلا حاجه زي القاهره، القاهره مثلا فيها مش اقل من 15 مليون واحد مثلا، اي سوري يعني ممكن 15 مليون واحد، نقول 15 مليون واحد، بيطلعوا كم مخلفات في اليوم؟ فاحنا لو عملنا ان هو مثلا عربيه كبيره زي كده اللي هي زي التراك الكبيره دي، ان هي تروح لحد المصنع وتيجي تاني، هتعمل ازمه في المرور ومش هتروح وتيجي بسرعه. لكن دي صغيره فسهله التنقل ما بين الاحياء، وفي الاخر دي ممكن تروح مثلا مرتين ثلاثه في اليوم، لكن دي ممكن تروح 10 15 مره في اليوم، فيبقى اسهل. بس ده بالنسبه لليكتشر 2، والجدول ده مش مهم يا شباب اللي انتوا تحفظوه ولا اي حاجه. يلا سي يو ليتر، ونشوف مع بعض كده ليكتشر 3.